بلاش الافوره دي. بصي خليك انت في التمثيل وسيبيني اشوف شغلي هنا. ايه ده؟ ده عايز ايه ده كمان؟ ايوه يا دكتور، ازيك؟ سوري يا ادهم بيه، انا اسف جدا، انا محتاج سعادتك لان انا واقع في مشكله كبيره. اتفضل يا دكتور، قول لي فيها. عندي 2 دكاتره يا فندم متخانقين مع بعض، مصممين ان هم يعملوا محاضره رسميه. محاضره يا دكتور؟ وانا امين شرطه ولا ظابط نبطشي؟ ما يجوا الاسم يعملوا اللي هم عايزينه. معلش انا اسف جدا، اصلهم مش متخانقين خناقه عاديه، يعني خناقه وضرب لا، دول بيتهموا بعض يا فندم في حاجات تخص اداره المستشفى، يعني عهد وحاجات زي كده. لا لا، وفهمه يا دكتور ان انا مصمم على الجارد والتفتيش، وانا عندي اللي يوديك السجن ويفصلك من النقابه. سامع ستك؟ دي حاجات ممكن الواحد يقولها في قلب الاسم. طيب اهدى يا دكتور، قول لي اساميهم وانا هتصرف. امال انا بتكلم سيادتك بصفه شخصيه ليه؟ عشان سيادتك عارفهم كويس. هما مين دول؟ الدكتور مازن الصواف والدكتور حسن شبانه. حسن شبانه اخوكي؟